حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذه من كست اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال رواه هشام بن حسان عن حفصه عن ام عطيه عن النبي صلى الله عليه وسلم